مشاهدة هذا التقرير ولنا عودة. رجال قد يضحون بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين. العمل الإنساني هو ما ينشدونه. هؤلاء هم رجال الدفاع المدني الذين لا يعرفون الخوف ولا التعب. يمرون بين ألسن النار بمجرد أن يصلهم نداء يخبرهم أنه ثمة من هو بحاجة لهم. هدفهم الأول حماية الأرواح والممتلكات العامة. في البداية رحب بحضرتك والكادر الموجود في مركز دفاع مدينة الصالحية، مديرية دفاع مدينة بلدات الكرخ. طبعا الحوادث هواي صادفنا، وخاصة في موسم الصيف هسه حاليا حوادث سيارات، حوادث منازل، أنواع الحوادث صادفنا. رجال الدفاع المدني مستعدين بأي وقت وبأي مكان لمكافحة الحوادث. طيب شنو الأخطار اللي تتعرضوا لها بأثناء تأدية مهامكم؟ الاخطار من اسوء شيء ممكن تتعرضوا له. اسوء شيء احنا الحمد لله والشكر كل رجال الدفاع المدني مدربين ومجهزين على اتم الاستعداد. صادفنا اخطار مثلا بنايات انهيار مباني، ورجالنا يكونون مستعدين لهذه الحالات. انا عملي كرجل اطفاء، مهمتي هي تقليل الخسائر الماديه ونقل انقاذ الارواح الاشخاص. عملي هو عمل انساني بعد. نعم تفضلي. طيب اكثر موقف انه مريتي به ما نسيت ابد ولا ممكن تنساه باداء وظيفتك؟ والله حقيقه مواقف كثيره. مثل اصعب موقف مؤثر كان عندي موقف انفجار وزاره العدل، وزاره العدل بالصالحيه، كان موقف كلش مؤلم وحين مؤثر بي وما انساه ابد. ليش؟ يعني جرحى وجثث وشهداء هواي، يعني كانوا قدام عيني وحقيقة كان موقف كلش مهول، يعني حجم المأساة كان جدا كبير، يعني صعب قوة سيطرنا عليه. يتعرض رجال الإطفاء إلى معوقات ومخاطر كثيرة قد تلحق بهم أضرارا نفسية وجسمانية، وكل ما يطلبونه هو امتلاك المواطنين الوعي الكافي لأهمية عملهم من خلال فسح الطريق لسيارات الإطفاء وجعلها تمر بسهولة لإتمام مهامهم، إضافة إلى رفع الأسلاك الكهربائية من شوارع المدن. والله المعوقات اللي أواجهها بالشارع هي رقم واحد الازدحامات المرورية، فأنا أطلب من المواطن العراقي كسائق إطفاء أن لما يشاهد عجلة الإطفاء خلفه ياخذ السايد الايمن او الايسر لغرض افساح الطريق للعجله. المعوق الثاني اللي اواجهه هي الاسلاك المتدليه، يعني فد مواجهه هاي كلش خطيره، لانه تعرفين كهرباء يطخ بالسياره تصير جدحه، احتمال يصير حريق ثاني. فاطلب من المواطنين او من اصحاب المولدات رفع الاسلاك لكي يتسنى لنا مرور العجلات بسهوله. هذا وتثير كثرة الحرائق المندلعة في عموم العراق تساؤلات واسعة لدى المواطنين، ففي الوقت الذي تعزو فيه الحكومة سبب اندلاعها المتكررة إلى ارتفاع درجة حرارة الجو لأكثر من 50 درجة مئوية وانعدام الخدمات من ماء وكهرباء وعدم توفير شروط الأمانة والسلامة، هناك من يرجح أنها عمل إرهابي منظم هدفه زعزعة أمن البلد وتدمير اقتصاده. طبعا من الغرائب والعجائب نشاهد في بلدنا، وللأسف كل فترة هناك برنامج كأنما خاص وتلهية للشعب. طبعا الحرائق ما أعتقد أنه تجي نتيجة تماس كهربائي وما إلى ذلك، لكن أنا أعتبرها هاي أعمال منظمة وضمن الأعمال تدخل ضمن البرنامج والتنظيم الإرهابي، لأنه أولا كثرتها، ثانيا يمكن تخل بالاقتصاد البلد، ثالثا نشوف الحرائق اللي صارت بالصناديق الاقتراع، يعني هذا أكبر دليل على كلامي أنه يردون يمحون يعني عدد الناخبين أو ما إلى ذلك.
مواجهة على خط النار هو العمل اليومي الذي يمارسه رجال الدفاع المدني من دون كلل أو ملل. فجرس إنذار واحد يسمع من هذا المكان يعني أن حربا جديدة مع النار يكون الانتصار فيها حتى